أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام. الملك وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان. أوبك تجدد التزامها بوحدة المجموعة والتماسك الكامل لتحقيق استقرار أسواق النفط. وصول الطائرة السعودية 36 لإغاثة غزة إلى مطار العريش. أهلا بكم. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال العام الحالي، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وبيّن وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن البرنامج يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من العلماء والمشايخ والشخصيات الإسلامية المؤثرة لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي. بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ببرقيتي عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالته ولأسر المتوفين وللشعب الياباني بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الزلازل التي ضربت الساحل الغربي لليابان إلى 62 قتيلا على الأقل. وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية صباح اليوم أن المدى الكامل للدمار لم يقيم بعد، وأنه منذ العام الجديد اهتزت المنطقة بسلسلة من الزلازل المدمرة، مشيرة إلى أن العديد من البلدات في شبه جزيرة نوتو وانهارت فيها العديد من المنازل أو دمرتها الحرائق. جددت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك التأكيد على الالتزام بالوحدة والتماسك سواء في إطار المجموعة أو مع الدول المنتجة من خارجها. وأشارت الأمانة العامة أنه كان لجهود المنظمة التي بذلتها آثار واضحة في دعم سعي الاقتصاد العالمي للتغلب على التحديات وعززت استقرار سوق البترول. وبيّنت الأمانة العامة أن التعاون والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لمواصلة جهود السعي لدعم الاقتصاد العالمي، ما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين. وصلت الطائرة الإغاثية السعودية 36 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وإلى ذلك تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 600 مليون ريال، فيما يقدر عدد المتبرعين بأكثر من 1,350,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. في آخر تطورات الأوضاع الميدانية في غزة، أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف أحياء الأمل وبني سهيلة وخزاعة ملحقة دمارا في المنازل. وفي وسط قطاع غزة قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال مخيم النصيرات والبريج، فيما أعلنت طواقم طبية انتشال 4 جثث وعشرات الجرحى من داخل مخيم المغازي.
كرم مجمع الملك سلمان للغة العربية الموهوبين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال. يأتي ذلك بهدف تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأطفال ونشرها في المنصات التفاعلية وإتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لتقديم ما يبرز مواهبهم اللغوية والأدائية. حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023 تقدما في تنفيذ مبادرتها المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، حيث أسهمت في زيادة المساحات الخضراء ليصل إلى أكثر من 6 أمتار مربعة للفرد، حيث شهد عام 2023 زراعة أكثر من 1,000,000 شجرة. كما نجح مشروع بهجة في تنفيذ قرابة 1,000 تدخل حضري شمل تطوير 411 حديقة و 141 تدخلا للشوارع والميادين والساحات العامة، الذي أسهم في رفع نصيب الفرد من الأماكن والساحات العامة وتحسين المشهد الحضري. وأكملت الوزارة إعداد مخطط إقليمي متكامل لمناطق تبوك وتيمة ونجران ولتعزيز الفرص الاستثمارية. أعلنت الوزارة أيضا توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال في ملتقى فرص للاستثمار البلدي، كما وقعت اتفاقيات مع 20 جهة حكومية عبر منصة فرص لتعزيز فرصهم العقارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار. تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ملتقى المهارات والتدريب وعد بالمنطقة الشرقية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بمدينة الظهران. ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين فعاليات ولقاءات مع رؤساء المجالس القطاعية للمهارات وعرضا لمحفزات المهارات والتدريب. كما يقدم الملتقى أيضا الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة فرصا تدريبية للمستفيدين من الطلاب وكذلك الباحثين عن عمل. رصدت وزارة السياحة أكثر من 2,000 مخالفة في مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة، كما أغلقت أكثر من 280 مرفقا مخالفا عبر أكثر من 4,000 جولة تفتيشية. هذا ونفذت الوزارة أكثر من 1,400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، رصدت من خلالها أكثر من 1,200 مخالفة وأغلقت أكثر من 50 مرفقا مخالفا. يأتي ذلك خلال تنفيذ السياحة لجولاتها التفتيشية تحت شعار ضيوفنا أولوية، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وجهت إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاتهام ل79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، حيث شملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك. وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة ودراسة 15 طلبا للتسوية. ينطلق اليوم مهرجان الحمضيات 8 بمحافظة الحريق الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ويستمر لمدة 10 أيام. يتضمن المهرجان 150 محلا لعرض منتجات الحمضيات والعسل المحلي والتمور التي تلاقي دعما غير محدود لتمكين المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة دعما للإنتاج المحلي. ونشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. استطاع الشاب سعد الجميحي من إنقاذ طفل من الموت بعد أن تبرع له بجزء من كبده في بادرة إنسانية غير مستغربة من أبناء هذا الوطن. المزيد في سياق هذا التقرير. تبرعت بجزء بنسبة 35%، وأشكر والله جهود المستشفى اللي أنا كنت فيه مستشفى الملك فيصل تخصصي، جهودهم جبارة. سعد ناصر الجميحي مواطن من الأحساء يبلغ من العمر 24 عاما، تشرف بجمع خدمة وطنه ومجتمعه، فمن بعد عودته من مهمته العسكرية قدر الله له أن ينقذ طفلا من الموت بتبرعه جزءا
من كبده. اللي يحيي نفسه كان يحيي الناس جميعا. ولدي سعد توه جاي من الحد الجنوبي مخلص مهمة كاملة في الحد الجنوبي في نجران، وسمع بالخبر وعلمنا وشجعناه وراح وتوكل على الله معه متبرعين ثانيين، وطابقت عليه سبحان الله الفحوصات وأنه الوحيد اللي تبرع، والحمد لله رب العالمين. يبلغ حسن القحطاني من العمر 10 أعوام، وكان يعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد منذ فترة، حتى ساءت حالته الصحية ووصل إلى مرحلة التليف. الطفل كيف حالته الآن الصحية؟ والله أبشرك من ناحية الطفل حالته الآن مستقرة، وبلغونا أمس أنه نزل من العناية، وهذا شيء يدعو للطمأنينة. كلمني سعد عن تفاصيل العملية وشلون صارت. والله التفاصيل بلغوني المستشفى، قالوا من ناحية التفاصيل أن العملية اللي بيسويها الكروبورت، تفاجأت، وهذا شيء يدعو للفخر والحمد لله. وكلمت الدكتور أنا قلت روبورت فيها خوف، قالوا أنها أدق من الإنسان والحمد لله، وهذه نتائجها الآن، ولي يمكن 6 أيام طالع من المستشفى وأنا بخير وبصحة وسلامة. يشعر الإنسان بالفخر عندما يتبرع بكيس من الدم، فماذا قد يكون الشعور عندما يتبرع ب35% من كبده؟ محمد المزيدي، الإخبارية، الأحساء. قامت وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بحفر الباطن بحملة تفتيشية على محلات بيع الإطارات في المحافظة، وتم رصد مخالفات غش تجاري تتمثل ببيع إطارات مستخدمة. المزيد في تقرير الزميلة وزير الرميح. في ظاهره محل صغير لبيع إطارات السيارات، لكن الحقيقة أبعد من ذلك، فهذه الواجهة هي جزء صغير من مستودع كبير في الخلف، مستودع مليء بالإطارات المخالفة. الجولة التفتيشية للفرق الميدانية بوزارة التجارة في حفر الباطن كشفت طرق تخزين الإطارات المخالفة. يقوم بتلبيس الإطار ثم حفره كما ترين، على أن يوهم المستخدم أن الكفر جديد، ثم يقوم أيضا بإكمال جميع الحفر ويستعمل بعض الأدوات، ويقوم بالدهان وطلاءة الكفر وإعادة ترميم الكفر بالكامل ليتم إعادة بيعه على أنه غير مستخدم أو جديد بالأصح. كما ترين يقوم باستخدام أدوات لترميم الكفر وترقيع الشقوق، يقوم باستخدام بعض الأدوات لإزالة تاريخ الصنع. تم ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة في الغش وحفر الكفرات، وتم ضبط جميع الكفرات المعاد ترميمها، وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال إجراءات النظامية لدى الوزارة. بأدوات بسيطة وفي مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، يعاد تدوير الإطارات المستعملة والتالفة وإيهام المستهلك بأنها صالحة للاستخدام وتباع بأسعار زهيدة. ضمن الجولات الرقابية للوزارة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة على منافذ بيع الإطارات بمحافظة حفر الباطن، تم ضبط موقع لبيع الإطارات يقوم بتجديد الإطارات المستعملة وبيعها على المستهلك. كاميرا الإخبارية رافقت وزارة التجارة في الجولة التفتيشية بمنافذ بيع الإطارات. الجولة أسفرت عن ضبط ما يقارب 500 إطار مغشوش مجهز للبيع في مستودعات مخفية. وزير هرميح، الإخبارية، حفر الباطن. تمتاز منطقة حائل بإنتاج الفراولة في حديقة فراولة حائل بطريقة اقتصادية لكمية استهلاك المياه وبأحجام متميزة داخل البيوت المحمية، بالإضافة إلى استخدامها في صناعة المنتجات التحويلية. التفاصيل في تقرير الزميل عبد العزيز الغرير. فراولة حائل، إنتاج وافر ومستقبل مزهر. منذ عدة سنوات تنتجها البيوت المحمية بتقنية الزراعة المائية وبواسطة نظام الهيدروبونيك الذي يقلل من كميات المياه المستخدمة بنسبة تصل إلى نحو 70% مقارنة بالري التقليدي. نحن نستكمل قدرة المنطقة في برامجها
الزراعية ومهرجاناتها. الحمد لله هي تترى من مهرجان إلى مهرجان، هذه حقيقة لعل يكون محور حديثنا في قدرة المنطقة الحمد لله في جميع تكويناتها لإخراج منتج قابل للمنافسة بالدرجة الأولى. حديقة فراولة حائل تنتج في الموسم الواحد أكثر من 200,000 طن، تتميز بالحجم الكبير والمذاق الرائع. حديقة فراولة حائل هي عبارة عن حديقة سياحية تضم زراعة الفراولة بزراعة حديثة وزراعة نوعية اللي هي الزراعة المائية. الزراعة المائية تقتصد أو ترشد بالمياه بنسبة 70%، فالحديقة متاحة للزوار في موسمها الخامس. ولم يقتصر الأمر في الحديقة على إنتاج الفراولة، بل تجاوزه إلى صناعة المنتجات التحويلية مثل المربى والعصير وبودرة الفراولة والفراولة المجففة، بهدف إمداد السوق المحلي والاستغناء عن المنتج المستورد. لأخبار السعودية، عبد العزيز غرير، حائل. بهدف دعم المواهب الثقافية، قامت لجنة التنمية بالمخواخ في منطقة الباحة برنامج ديوانية ليلة الأدباء، والذي يستمر حتى نهاية العام الحالي. في ليلة شتوية دافئة وفي أحد مقاهي محافظة المخواه انطلقت فكرة ديوانية ليلة الأدباء. هذه الفكرة التي جاءت دعما للمواهب الشابة في الشأن الثقافي في محافظة المخواه. قصنا في جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالمخواه أن نقيم ليلة جميلة وهي ليلة الأدباء لإبراز المواهب في محافظة المخواه. طبعا ليلة الأدباء بجميع أشكاله وألوانه، سواء كانت شعرية أو ثقافية أو مسرحية أو موسيقى، بطابع مختلف بعيد عن الرسميات، فاخترنا أن تكون في مقهى يجتمع فيه الأدباء. تنوعت المشاركات في هذا المساء وتفاعل معها الجمهور لتنعكس الأجواء على نفوس المشاركين، خاصة الذين كان هذا هو ظهورهم الأول أمام الجمهور. أنا كانت لي مشاركة في هذه الليلة في هذا اللقاء، وكانت تجربة جميلة، خصوصا لما يعني التقيت بعدد كبير من الأدباء والموهوبين في مجال الشعر والموهوبين كذلك في مجال القصص، وكانت تجربة جميلة جميلة جدا ورائعة، وكان فيها إبراز للمواهب وإعطاء فرصة لهؤلاء الذين قد يكونون يعني لم تتح لهم الفرصة في مثل هذه اللقاءات، وكانت يعني من الأمسيات التي جميلة جميلة لن تنسى أبدا. لقناة الإخبارية، أحمد البرتاوي، المخوى. مروان المرواني شاب من المدينة المنورة، استخدم خبرته ببيع التمر في استغلال موارد دخل المدينة وتحويلها لمنتجات غذائية وطنية. أسس من خلالها أول مقهى متخصص في بيع منتجات التمور. نتابع. مع حفيفي سعاف النخل أهازيج عزفت على أوتار محبيها، وفي نخيل طيبة عشق وقصائد تغنى بها أبناؤها، ليعبر الشاب مروان المرواني عن حبها له بأول مقهى متفرد بمنتجات من تمرها وعجوتها. بدأنا بتمر العجوة اللي هو العجوة الخام، فكنا عندي فكر أنه أدخل هذا المنتج للأطفال سواء في المدارس أو غيرها، لأنه التصبح بعجوة المدينة مفيد جدا صحيا، وكانت من هنا الانطلاق أن احنا نتحول من تمور خام إلى تمور صناعات تحويلية للأطفال. بدأنا بالإيس كريم، فتحنا في عام 2022 أول فرع جنب المسجد النبوي، لقينا إقبال من الزوار والمعتمرين وزوار المسجد النبوي والمدينة المنورة. لم يكن المقهى وليد اللحظة أو فكرة عابرة من بنات أفكار مروان، بل محطات من التجارب والاكتشاف. بدأنا هنا في انطلاقة أول كفي في العالم بالكامل من التمور، هي فكرة حديثة للناس اللي تبغى منتج صحي وجيد وطعمه لذيذ
وبدون سكر. السكر اللي موجود فيه هو سكر التمر. بدأنا ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم كورن فليكس العجوة، خت عجوة، أيضا سوينا حلويات للأطفال اللي هي جلي بس من البكتين وليست من الجلاتين من تمور المدينة المنورة. من بائع للتمر إلى رائد أعمال مبتكر نجح في تحقيق مفهوم الصناعات التحويلية بمنتج وطني. احنا اليوم مثل ما قلت لك 28 منتج، مش منتج واحد ولا منتجين، فزنا بعدة مسابقات، مسابقة مسك وأيضا مسابقة واعد، حصلنا على المراكز أولى بفضل الله في هذه المشاريع، وأيضا منشآت دعمتنا في مسرعة التمور. المملكة العربية السعودية مليئة بالموارد المميزة مثل الحمضيات وأيضا الليمون المديني، النعناع وغيرها من المنتجات المميزة، الرمان في الطائف والورد. يعني هذه فرصة قوية جدا للشباب للتصدير. في ثنايا هذه الأرض وبين خيراتها شباب بنوا لها مجدا اقتصاديا من جذور تراثها وعطية ترابها. للإخبارية فدوى مطبقاني، المدينة المنورة. وفي حالة الطقس، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم، في حين لا تزال فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. هذا وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة في المنطقة الشرقية ومراكزها، شملت مدينة الدمام وضواحيها ومحافظات بقيق والخبر والظهران والقطيف ورأس النورة والخفجي والنعيرية. وفي القصيم، شهد شعيب السهل شمال شرق المنطقة هطول أمطار غزيرة دفعت الأهالي للخروج للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. أيضا شهدت المنطقة الصباح اليوم موجة ضباب في المدن وبعض الطرق. هذا وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا متوسطا من ضباب على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، يؤثر على الرؤية ويصل إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. وأكدت الأرصاد أن الحالة الضبابية المتوقعة ستبدأ الساعة 10 مساء اليوم وتستمر في بعض المناطق حتى يوم غد. We'll be right back.
ونشرتنا انتهت. هذا تذكير بأبرز العناوين. صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 مؤتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام. الملك وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان. أوبك تجدد التزامها بوحدة المجموعات والتماسك الكامل لتحقيق استقرار أسواق النفط. وصول الطائرة السعودية 36 لإغاثة غزة إلى مطار العريش. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.